Assalamu alaikum. Hey, what's up, friend? Today we're gonna make some review about DJ Mini, how it's fly. It's gonna be like small review, and you're gonna judge by yourself how the quality of the video. I'm gonna talk by Arabic most of the time, and it's gonna be mixed a little bit with English. That's why everybody understand. This is my second fly. Please judge by yourself. وأصدقائي الأعزاء مرحبا بكم في المراجعة ديال هذا الفيديو اللي غادي نديرو مراجعة على دي جي ميني فلاي. كنشوفو كيفية الطائرة ديالها، الحالة كيفاش الطيران، المسافة، وغادي نشوفو كيفية الجودة. فهذه هي المرحلة الثانية ديالي تقريبا، أو اليوم الثاني في الإقلاع ديال هذا الدرون، أو كيفاش أنها تصوب ديالها أو التحكم فيها. فبكل صراحة ما لقيتش فيها أي مشكل. I don't find any problem, guys, because I just like start flying drone. I'm not professional, but at least I can make some nice thing because I do film videos. Like what you see, this is the quality of the video. It's really very awesome. طريقة الجو ده صراحة ديال الفيديو أنا عجبتني بزاف بزاف بزاف. دي جي ميني فلاي كتعطيك تقريبا 2.7 يعني تقريبا اصلا 4K، يعني تقريبا 2.7 كا، يعني الجوده جد رائعه الصراحه. يعني حتى الطريقه ديال التصوير ديالها كانت طريقه جد بكل صراحه عجبتني بزاف بزاف. وكما كنشوفوا انتم، يعني بكل صراحه، يعني دائما كنقول الجمهور هو اللي غادي يحكم. انا ما غاديش نقول مثلا انها مزيانه، ولكن بالنسبه لي انا راقت لي او اعجبتني. فالطريقه ديال التصوير كما كنشوفوا طريقه جد رائعه، طريقه سينمائيه، يعني طريقة سينمائية، وأنت اللي كتحاول أنك ديرها، ماشي يعني أنت اللي كتحاول كيفاش تختار الطريقة والمكان ديال التصوير والكواليتي، أو تحاول أنك تشوف اللقطة لأنها ممكن أنها تجذبك. This is how the quality of the video, guys. Digi Mini Fly, it's the quality is very high. It's 2.7K. It's good. It's not 4K, but really it's very awesome. You can do something in post production. You can apply it to, when I upload to YouTube, you can do like 4K. It's gonna be like, it doesn't lose the quality. That's what you do most of the time. But really, it's very stable. الطريقة ديال الطيران ديالها جد رائعة، ممكن تحكم حتى الطريقة ديالها أنها ملي كتضغط على الزر أنها كدير واحد الفلاي وكتبقى في نفس المكان ما كتحركش. يعني صراحة، يعني أنا أول درون أو أول طائرة ما كان صراحة اللي هي الكواليتي عالية، فكان سطحت لي في الماء. وهذه الثانية اللي جبتها باش انني نحاول انني نزيد نتريني اكثر واكثر عليها، لان بحكم كنستعملوا الفوتوغرافي والفيديوغرافي، فباغيين اننا نزيدوا، لان المجال ديال التصوير ولات فيه بزاف ديال الاشياء، فخصك دائما انك تكون مواكب لهذا الان. And what, this is how you see. I try to make it, I don't make it too much high because I can control it, because by law doesn't, you don't have to go over 400 feet, but some people I say they can do more, but we have to respect at the same time, guys. But really, it looks very nice. من الناحية القانونية، كما كتعرفوا، هو الدرون خاصة مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية، كنظن كندا أو أوروبا لا أعرف، ولكن نتكلم على الولايات المتحدة الأمريكية، هو أنها 400 فيت، يعني ما خصكش تتجاوز الحد الأعلى، وهذا راه ماشي سهل أنك توصل ليها. أنا حاولت نمشي تقريبا 100، طلعتها أوفر فيت، يعني في العلو ديالها وبزاف، يعني بكل صراحه، او 200 فيت راه ما كتبقاش انك تشوفها بصفه نهائيه. شفت شي وحدين داروا كريزي فيديو لايك اوفر 500 فيت، يعني فوق السحاب ان طلعوا هذا ولا اكثر، هي اكثر. فكانت تجربه جد رائعه صراحه، ولكن حنا كنحاولوا نحترم القانون. جايز لايك وات اي سي اند اي سبيك ات ذا سيم تايم بوت لانجويجز. The quality of the video is very excellent. I can say it's awesome. Now I try to go like it's easy to control it by the controller, because you have two stick. You can go like forward, backward, and you can go high and down, and you can tell at the same time left or right. You can control it. You don't have any problem. Although if, because you know, I told you guys, I'm not professional. I just start as beginner, but really I enjoy. This is my second day, and I think the video it's look perfect. Most of the time people they think I have a lot of experience. I watch a lot of video from YouTube, or at the same time a lot of tutorial. I try to make my license at the same time, because we try to work with different people. That's why I need. But for the DJ Mavic Mini, you don't need license, because it's under 250 grams, it's 249 grams. You don't need license, you can fly. There is some reasons to fly.
اوكي كما قلت لكم بالنسبه للاخوان اللي هما مسؤولين في المجال، فالوزن ديالها هي كتوزن 249 جرام، يعني انها غير خادعه، ما ماشي انها خادعه، انك ضروري خصك دير لايسانس. ولكن بالنسبه للهواه ولا اي حاجه حتى الاحترافين، ولكن في حاله ما كنت انك غادي كتشد خدمات فيهم وكتصور يعني تتقاضى عليها روح المهاجر، اذا ضروري خصك دير عليها واحد لايسانس او الرخصه لأنك ولات بيزنس ما ولاتش هواية. فهذا من ناحية القانونية. أما بالنسبة للعلو ديالها، يعني أنا كتمشي الصراحة ما كنحاولش، أنا جربت الصراحة تقريبا شو هاندرد في السيفيت بحال هكا، ولكن كاين ناس كما قلت أنهم مجانين اللي مشاو، أنا دار واحد الصوت رائع فوق السحاب، يعني فيديو كان بكل صراحة رائع، ما تصدقت أنها توصل ذاك العلو. بكل صراحة كتوصل لواحد العلو اللي هو جد خيالي، تجنبا فقط باش انا ما نوقعوش في اي خطا، لان كل فيديو راه كتصير انكم ربما انكم محاسب عليه، لان بعض المرات انهم الاف اي اي انهم كيراقبوك وكيشوفوا لي فيديو في اليوتيوب، واش انا اذا سيتي انك تقاضى فلوس غادي يتصلوا بك ويسولوك وربما تكون عندك واحد الغرامه. اما بالنسبه لكم انتم داير شريعه، فالمهم انك تحاول انك تشوف هذه المسائل هذه. نفس الطريقه كذلك كتشوفوا كما قلت لك الالوان، حاولت انا مثلا في هذا الفيديو انا حاولت انني يعني راني كان بعيد على المكان اللي انا غادي دابا بالدرون او بالطائره هذه، وكنحاول اني نمشي بواحد المسافه تقريبا هذا النهار درت 1750 فيت حتى تقريبا حتى 2000 فيت، يعني الموس تقريبا واحد الكيلومتر ولا فانا تقريبا غادي نحاول هنا، انا غادي ندير واحد هنا اكشلي ناو اي غانا دو سام كريزي stuff or we're gonna try something more crazy and we start the adventure because I changed the location. I was differently location but it was not good. I changed my location now. I go to the second location. This is second location. هذا المكان الثاني لأنني كنت في واحد المكان وبكل صراحة شوية لأن كان فيه شوية ديال الحشرات وما قدرناش أن نبقى تما، فاضطريت أنا نغير المكان. هو المكان صراحة ما بعيدش عليه، وجيت لهذا الملعب هذا لأنه خاوي، وفي نفس الوقت أنا باش كنتجنب ما كاينش يعني في بابليك، يعني كاين الناس قدامك بزاف أو كاينين دراري صغار أو كاينين أو أنا كاين تنقل، فما كل ما كنت في مكان خاوي كيكون أحسن وأحسن. علاش؟ باش أنك تخدم براحتك وما كاينش غادي لك القلق. وهذا أنا كنقول لكم هاي إيفريبادي، السلام عليكم، يعني أحييكم صراحة من كل مكان. تو إيفريبادي فريفر أول ذا وورلد هاي اور سالي ولا اي لغه ممكن تتقبلونها. المهم هنا غادي نبداو التجربه ان شاء الله، وغادي نحاول واحد ندير واحد المغامره بكل صراحه، حاولت اني ما نبقاش في نفس المكان. علاش؟ لان بغيت ندير واحد المغامره وانا نشوف شحال انها تاخذ المسافه ما بينها وبين ترانسميشن، وباش نشوف فين غادي توصل، يعني شنو هو المكان المحدد لها. وحاولت بكل صراحه اي ترا، يعني مشات ولا ما مشاتش ما كيهمش، ولكن حاولت انني ندير المغامره ونشوف، لانه الا ما غامرتيش ما غاديش تتعلم. فلهذا ضروري بعض المرات انك تغامر، كاين بعض المرات يعني بزاف الناس لو وقعوا بزاف المشاكل، بس الحياه هي هذه، لازم انك تجرب. Guys I tried this is adventure. I can see how many feet it's gonna my drone is gonna take and I tried because I changed the location from location A to location B because my the first location it was and excellent, but I come to this location really is excellent. It's not too much people here. I try to take this look over the lake. It looks like nice cinematic, nice view over the tree. I try to go a little bit high because I don't want to crush it. And I will try to go like straight. That's how you give like some nice look. Like everybody say, oh wow, it looks like more cinematic. Really, sometimes you can let people see wow, because don't try to go like fast, try to go like slowly. That's why you can give like some nice look. Try to control your gimbal, your controller, and try to control in the same time your camera. That if you do like this, believe me, you can give like some nice cinematic look. Although you just like start, you are not beginning. كما قلت الإخوان، هو أنا تقريبا في هذا أنا جيت للوكيشن الثاني، حاولت أنني نكون تقريبا أنني ندير واحد المغامرة ونشوف فين غادي توصل الدرون ديالي. فحاولت أنني تقريبا مشيت واحد المسافة كبيرة، أنا تعديت الأوفر، تعديت الكيلومتر بكل صراحة. فمغامرة أول نهار، يعني ثاني نهار من بعد النهار الأول
يحاول نفهم كيفاش الطريقه ديالها وكيفاش التحكم. ففي نفس الوقت كما قلت حاولت انا ناخذ هذه المغامره ونشوف ان الدرون فين قد توصل. بكل صراحه انا يوم على يوم كنتفاجئ بان الدرون واخا الميني او ديجي افيك ميني بكل صراحه رائعه ورائعه بزاف بزاف. حاولت اني نمشي تقريبا وصلت الموس وصلت تقريبا 2000 feet. Almost 2000 feet. I start losing my connection or my signal. I try to put like come back home. يعني حاول تقريبا أنا مشيت كما قلت لهم إخوان تقريبا almost مشيت واحد يعني كيلومتر هي الطائرة. فتصور أنك ما كتشوفهاش يعني بصفة نهائية فقط أنك كتشوفها عن طريق التليفون. ولكن بطبيعة الحال حاولت نديرها عالية باش أنا ما وقعتش شي مشكل شوية. فمي تقريبا وصلت لحدود الكيلومتر. فحاولت انني ندير لها كام باك هوم يعني الرجوع للمكان اللي انا فيه فين انا واقف لاني بكل صراحه ما بقيتش يعني مشات بزاف بزاف لدرجه ان الهاتف ديالي انا ولات عندي هاي لوز ماي سيجنال يعني ما بقاش عندي الاشاره ففقدت فيها الامان صافي مشات يعني توقيع هذه السيكترون يعني سيارها قلت صافي هذه يمكن راه ما غاديش ترجع. بركت على كم بقوم رجوع إلى المكان أو المكان اللي تسافر فيه. فالحمد لله رجعت السيجنال رجعت الإشارة ورجعت الطائرة للمكان ديالها. ودابا الآن كما كتشوفوا هي يعني كتحاول أنها تلوك يعني كتلوكاليزي ولا كتحاول تحدد المكان اللي تسافر فيه باش كترجع. في نفس الوقت يعني من بين المسائل مزيانة أنك ديرها حاول دير في الابليكيشن انك تحاول تكون مثلا المكان مثلا الاتيتود العلو ديالها اوفر تكون شويه هاي يعني باش الا كان اعلى مكان عندك في المدينه ولا المكان اللي انت فيه حاول ديرها انها تكون عاليه ليه باش انها ما تصطاد حتى شي حاجه اللي تكون راجعه الى المكان ديالها. جايز ذا لايك ذا سيم وات اي سي الموست اي لوز ماي سيجنال اتس جو الموست لايك 2000 فيت اتس نوت ايزي. I lose my hope because I see that says I lost my drone, but really I'm still because I told you guys my first drone I dropped it in the lake and this is the second drone. But after that when I lose my signal I press come back home and the drone come back in the same time where you know this Santa I say hi to you guys and they try to follow him. That's why he, like this is the way how you can learn guys. You have to put like something and you start follow, you start make some, if you want to do something like manual, like helix, circle, different like quick shots, there is some quick shots, we're gonna see it in the end guys. It's really is very awesome, you don't need to be professional, but you can do it by yourself. This time you train, you have to put like something and you start like follow him in the same direction, you try to make like circle manual, try to tail on the left or try to tail the right, that's how you're gonna learn. That's what we learn from the long side. If you want to learn anything, you have to keep like trying, try. But if you don't try, you never learn nothing. You have to keep trying. You want to be professional, you want to be something, I don't know, like especially like people, they want to be a professional, they want to work with the drone, because now a lot of people like they do commercial, they want advertising, they ask, oh, you have drone? Yes, they have drone. You have license? Depend. If you have license, yes, they have license, and you start making good money on this. بالنسبة للأشخاص اللي كما قلت كما التلفون فقط أنك توضح بالعربية والإنجليزية الإخوان هو أنك مثلاً إذا بغيت أنك تتعلم خصك أنك تحاول يومياً يعني ما يمكنش أنك تتعلم وأنت يعني مثلاً جالس في الدار ولا جالس في واحد المكان معين وغادي تجيك مثلا الخدمه لان حاليا دابا بحكم مثلا هكا كورونا فيروس ولات بزاف ديال المشاكل والان ان معظم البيزنس ولا كيتحول انه اونلاين ف بعض المرات كيحاولوا انه كيسولك كتصور كصور ثانيه يعطيك واحد الشنطه وشنو كدير ولو في نفس الوقت كيسولك واش عندك الدرون يا كتقول له عندي الدرون كيقول لك مثلا وانت ما حاولتيش انك تخرج وتبراكتيسي وتحاول تمارس اكثر واكثر باش انك تكون متمكن يعني مثلا عارف كيفاش يعني الحاجه ملي كتكون متمكن منها فكتكون دائما سهله. باش نحط واحد الخلاصه صراحه اللي هي مزيانه واخا مازال كنستمروا هو ان الجوده الكواليتي اوف ذا فيديو اتس ريلي فيري فيري اوسم اي لايك ات I like the drone, it's very nice, quality of the video, perfect. The camera, there's like gimbal, that's why it can stabilize your picture.
If I don't touch it, it's really to give me like the camera. It's stable in the same time. Here in the same place, I don't move. I don't go like far, but in the same place, I try to make some nice shot. This is my Dora too. I try to go like straight forward, like the same, like you see, like same nice movie. Here I take some nervous contrast to give like the look, like it's look like something a little bit cold, but really it's nice. Look the way how it's the drone is, it's gonna go now. It's look really, really perfect, perfect. That's how you try. I try it. I like the view. حاولت انا تقريبا نفس المكان اللي انا كنت فيه، حاولت فقط انني نحاول ندير بعض اللقطات وانني نغير، ما يعني نحاول حتى نشوف مثلا شي حد اللي يلعيني انها more attractive to my eyes. And they said this place, it was great. يعني المكان جد مناسب، فحاولت انني ناخذ منه بعض اللقطات ونحاول نغير من اليمين للاسفل، نحاول نطلع فوق نزل لتحت، نحاول نعطي واحد المناظر بشكل مختلف. وبكل صراحة مثلا حتى المكان، يعني الحاجة الجميلة اللي هو صراحة مي كتاخد واحد المنظر من الأعلى، يعني واخا تكون انت ساكن في المكان اللي انت فيه، ولكن مي كتشوفه من الأعلى كتشوف شي حاجة مختلفة تماما.